السلام على البشير النذير، السلام على السراج المنير، السلام على المبعوث رحمة للعالمين، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وأصروا على قتل النبي صلى الله عليه وآله، جاءوا
وطالبوا للنبي وقالوا لأبو طالب: نعطيك عمارة أجمل فتيان قريش مقابل أن تعطينا النبي نقتله. قال: ما نصفتموني أعطيكم ولدي لتقتلوه وتعطوني ولدكم لأربيه؟ أي كلام هذا؟ ثم أنه قال للنبي أن قريش مصممة على أذيته ويريدون منك أن تتخلى عن هذا الدين، فقال: يا عم الله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن أهلك دونه. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله. ثم ينظر أبو طالب هذا المحامي للنبي ويقول له: امضي، فوالله لن يصل إليك حتى أوسد في التراب دفينا. هكذا كان محاميا. ثم أن النبي أسس إلى لقاءات في مكة ولا سيما في الحج، يلتقي بالرجال من المدينة ويعمل إرساليات إلى المدينة ليبشرهم بالدين الجديد وليحثهم على الدين الجديد. ينقل أحداث ذلك الدين قبل أن يصل إلى المدينة، يؤسس إلى ذلك الدين قبل أن يصل إلى المدينة. أرسل عبد الله بن مسعود ليعلمهم القرآن، وأرسل كثيرا من رجالات الذين أسسهم رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن يؤسس لبذور الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ينشرون الأحكام، ينشرون أصول الدين، يبشرون بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله حرر العبيد من نيل العبودية ودخل في حلف هو حلف الفضول ليحمي كل مظلوم في مكة. كذلك فعل الكثير قبل أن ينتقل إلى المدينة، ولا سيما أمر الكثيرين بالهجرة إلى الحبشة. ثم أنه أمر أيضا من يستطيع الذهاب إلى المدينة أن يذهب إلى المدينة. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. هناك في المدينة المنورة بدأ النبي صلى الله عليه وآله أول ما بدأ ببناء المسجد النبوي الشريف. ثم أنه عمل رفيقة وهي وثيقة الصحيفة أو وثيقة المدينة. في تلك الصحيفة بيّن الحقوق والواجبات وبيّن أن القائد العام هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يجب على جميع المسلمين أن يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة. أسس بذور الدعوة الإسلامية هنا ودعا إلى الوحدة وجاهد من أجل أن ينبذ الفرقة الموجودة هناك. تعلمون أن المدينة فيها كثير من الطوائف وكثير من المذاهب. المدينة فيها ما يقارب 22 قبيلة من اليهود، غير بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. المدينة فيها الأوس والخزرج، قبيلتان متنافرتان. جاء النبي صلى الله عليه وآله ليوحد تلك القبائل. سنين طوال وحروب بينهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله جاء ليوحد تلك القبائل، وحدهم ووحد أيضا ما بينهم وبين المهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة، بين الأنصار والمهاجرين. النبي صلى الله عليه وآله رأى المدينة ورأى ما فيها من المشاكل، سواء المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل السياسية. رأى أن هناك ركنان أساسيان، مشاكل خارجية يحتاج إلى عتاب عسكري لمواجهة الكفار والسعي إلى الجهاد من أجل نشر الدين، والركن الثاني أن هناك مشاكل داخلية. المشاكل الداخلية كثيرة ما زالت إلى يومنا هذا. تلك المشاكل تتمثل في الخيانات
تلك المشاكل تتمثل في الغيبة، في النميمة، في كثير من المساوئ التي نتصورها. فعاش النبي صلى الله عليه وآله تلك المشاكل وبدأ بحل تلك المشاكل. من تلك المشاكل والمفترض أن تكون الكلمة كما طلب مني أن أتكلم عن الغيبة. فراح نسلط الضوء على الغيبة بناء على طلب الأخوة تمهيدا إلى المسرحية التي راح تتكلم عن الغيبة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لجماعة: أو تدرون ما الغيبة؟ قالوا له: ما الغيبة يا رسول الله؟ الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكر أخاك بما يكره. ذكر أخاك بما يكره. ولا تختصر الغيبة على القول. الغيبة قد يكون قول، قد يكون فعل، قد يكون إشارة، قد يكون غمزة، كلها من الغيبة. وسئل صلى الله عليه وآله: ما كفارة الغيبة؟ قال: أن تستغفر الله عز وجل كلما ذكرت من ارتبت. كلما ذكرت من ارتبت تستغفر الله عز وجل. تعرفون أن الغيبة لها كثير من المساوئ. الغيبة تخلق فيما بين الحقل خلافات، تخلق فيما بين كرف بغض، وتتولد تلك الخلافات يمكن من كلمة واحدة. كلمة واحدة تطلع من شخص، هذه الكلمة تنتقل إلى شخص ثاني، يبدأ الخلاف، يبدأ التمزق في المجتمع، تبدأ الخلافات من عائلة إلى عائلة، من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، بسبب كلمة واحدة. هناك علاجات طرحها الأئمة سلام الله عليهم، كثير منها راح أطرح سريع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام تبركا بهما. الإمام الصادق يقول: لا تغتب فتغتب، لا تغتب فتغتب، ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيها فإنك كما تدين تدام. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الغيبة حرام على كل مسلم، وإنها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوما يقيم الحد على رجل قد زنى، وهناك من يهمس ويتكلم على هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد، فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وهما يغتابان الرجل. ثم مشى رسول الله، ومشوا خلف رسول الله حتى وصل إلى جيفة ميتة، فقال لهم: كلوا منها. وقالوا: إنها جيفة ورائحتها نتنة. فقال الذي كنتما فيه: رائحته أنت وأجيف. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة ما لم يحدث. قالوا: يا رسول الله، وما يحدث؟ قيل: يا رسول الله، وما يحدث؟ قال: الاغتيال، أن يفعل الاغتيال. مسوغات الغيبة،
يعني هناك مسوغات إلى الغيبة كما يذكرها بعض العلماء، هي شكاية المظلوم. المظلوم لم يشتكي، هذا ليس من الغيبة. نصح المستشير في الزواج، واحد جاي يستشيرك في الزواج فلان، وأنت تعلم أن هذا مثلا يشعر القام، فتقول لفلان مثلا هذا الإنسان مثلا شارب بالقام ولا يصلح لي ابنتك، فهذا أيضا ليس من الغيبة. الشهادة على مقترف الجرائم، واحد مقترف جريمة وأنا مطلوب بالشهادة، أيضا هذا ليس من الغيبة. ضرورة التعريف بالألقاب، ترى أنت تتكلم عن شخص، هذا الشخص ما يعرفونه، اللي لازم يجيب لقب الأعراب الأعرج مثلا زين حتى يصلوا إليه. غيبة المتجاهر بفسقة، إذا كان متجاهر بفسقة يصح غيبته فيما تجاهر فيه فقط ولا يتعدى إلى غير ذلك. العلاج كما يذكر العلماء تذكير هذا المغتاب بمساوئ الغيبة كما ذكرها النبي والإمام الصادق عليه السلام، خصوصا أن الغيبة أو المغتاب يأتي يوم القيامة ويسأل أين طاعتي أين عبادتي، فيجد أن صحيفته خالية من الأعمال، وذلك قد أعطيت لمن اغتابه. وكذلك المغتاب الذي اغتابه ذلك الشخص يأتي وإذا به صحيفته مملوءة، يقول لم أفعل هذه الطاعة، يقال له فلان قد اغتابه فأخذنا من طاعته إليه. أيضا الاهتمام بتزكية النفس، يقول رسول الله أدبني ربي فأحسن تهذيبي. استبدال الغيبة بالأحاديث الشريفة، دب في هذه الأحاديث الشريفة الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم ترويض النفس، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هي نفسي أروضها بالتقوى حتى تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.